حديث عن الانتخابات وعن خطابات المترشحين. اليوم الخيار بين اثنين، يا الذهاب إلى مسار دستوري، مسار انتخابي. عن ضرورات الرقابة والمحاسبة. لم نشاهد أي مترشح خاض ربما في التفاصيل المتعلقة بإدارة المرحلة القادمة. تكويننا السياسي والقانوني والدستوري مازلنا مبتدئين. وعن أولويات الرئيس المقبل. المرحلة القادمة تحتاج إلى ممارسة الضبط على كل المستويات، الضبط الإداري، الضبط الاجتماعي، الضبط يعني حتى الضبط السياسي. لازم تتفاهموا على منطق بلي مش الرئيس هو اللي يدير الدستور. كان سائد منطق من أمن العقاب أساء الأدب. ضمن عدد جديد من برنامج الجزائر تختار، يأتيكم الليلة في الأوقات التالية.